مشاهدينا اهلا بكم من جديد. اعود وارحب بضيفي في الاستوديو المعارض السوري وعضو الهيئه السوريه للاعلام الاستاذ غسان الكاكوني. مرحبا بك سيد غسان، اهلا بك. يعني نبدا هذه الحلقه من تقييمك لاداء المؤسسات الاعلاميه الثوريه السوريه منذ انطلاق هذه الثوره وحتى يومنا هذا. اسعد الله مساءك ومساء المشاهدين جميعا، وشكرا. الحقيقة لابد من شكر قناة التغيير لاهتمامها بالموضوع السوري، وإن كان متواضع أسبوعيا مرة واحدة، لكن لابد من الشكر. في الحقيقة قبل الحديث عن موضوع تقييم لإعلام الثورة، لابد من توضيح جانب، بأنه خلال فترة القهر اللي كان عم يعاني منها الشعب السوري خلال عقود من الزمن، لم يكن هناك مجال لإتاحة التعبير عن حرية الرأي في سوريا، لا من خلال الإعلام ولا من خلال أي طريقة ما ممكن أن يوصل المواطن السوري همه لأي جهة كانت. فكان هناك تعتيم إعلامي كامل، ونستذكر بالتاريخ هناك مجازر ارتكبها النظام، لم يكن هناك أي نوع من الإعلام ليغطيها، مجازر حمام في الأحداث شمال شرق سوريا، في الحسكة المجزرة بحق الأخوة الأكراد. لكن الجانب الرئيسي والمهم الحقيقة لابد من تسليط الضوء عليه، من خلال المعطيات السابقة خلال عقود من الزمن وبدء ثورة الربيع العربي، كان لابد من إيصال الصوت وإيصال الخبر وإيصال الحقيقة للعالم ليرى كم هذا النظام هو مجرم بحق شعبه. لا يوجد هناك وسائل للتواصل مع العالم، فكان أن تم الاعتماد، أو كانت المبادرات شخصية من الشباب السوري أن يحمل جهاز الهاتف تبعه ليصور الحدث، ليصور المظاهرة، ليصور المجزرة التي ارتكبت هنا أو القتل الذي حدث هناك. فكانت أول واسطة وسيلة جهود إعلام، فردية كانت. جهود فردية، وتعتمد يعني لا يوجد هناك خبرة في التصوير، لا يوجد هناك خبرة في طريقة إيصال الخبر، لا يوجد. لكن الحقيقة كانت هي ثورة أخرى من خلال الثورة السورية، أن يصل الخبر من خلال الهواة، من خلال من هم يعيشون المأساة. أولئك الشباب يحمل موبايل ويصور المظاهرات هنا وهناك، وينتقل الخبر ويوصل للقنوات الإعلامية. فلابد، وهم الآن موجود، الكثر منهم موجود الآن على الأرض السورية، أدعو لهم بحماية المولى، يتعرضون للموت لكن لا زالوا على الأرض ينقلوا، محاولين نقل الصورة إلى العالم الآخر. الآن لننتقل للسؤال المهم الحقيقة، اللي هو تقييم إعلام الثورة. إذا جاز التعبير أن نقول أن هناك إعلام للثورة، نعم يمكن أن ننتقل لحوار تقييمي. كويس. ما حصل، كانت هناك مبادرات، دعيني أقول مبادرات فردية، إن كان بإنشاء محطات فضائية، لن أكون متجني إذا قلت أنها ركبت ظهر الثورة. نعم. يعني أو استغلت الثورة. فكان هناك العديد من القنوات الفضائية، كان هناك العديد من الشبكات الإخبارية أيضا، لكن كل هذا الكم، يعني حضرتك تفضلتي أنه لنهاية 2012 كان هناك 10 قنوات، الحقيقة بالمجمل كان هناك أكثر من 18 قناة. هناك من ابتدأ قبل الثورة، وهناك من عفوا انتهى نتيجة الدعم. نعم، يعني نحن تحدثنا على الأكثر فاعلية. الأكثر فاعلية. المؤسف أن كل تلك الوسائل الإعلامية التي تتنطح للثورة، كويس، لم تخدم الثورة بشكلها الصحيح. لماذا؟ قطعا هذا سؤال مشروع. لماذا؟ كل وسيلة إعلام كانت تتبع أجندة معينة، يعني هناك القنوات الإسلامية، هناك القنوات العلمانية أو الليبرالية، لا يوجد. نعم، استغلت الثورة لأغراض معينة. لأغراض معينة، لذلك لم تكن هناك رسالة واضحة لإعلام الثورة لتصل إلى العالم الآخر.
يمكن بمقارنة وبين قوسين إعلام نظام العصابة. يعني المفترض أن نكون قد تعلمنا كثيرا نحن بعد 4 سنوات، ما يقارب 4 سنوات من الثورة، أن نكون استفدنا درس من إعلام عصابة النظام الحقيقة. نعم. كان ماشي على نهج واحد، هناك رسالة يؤديها للعالم من بداية انطلاق شرارة الثورة في درعا عام 2011 كويس إلى اليوم، نفس الوتيرة ونفس النهج ونفس الخطاب الإعلامي، واكتسب بالرغم من أن يعني دعيني أقول هناك 95% من الأخبار التي ينقلها إعلام النظام كاذبة وافتراء وإلى آخره، وهناك الكثير من الفيديوهات والكثير من الأخبار تم تناقلها وتكذيبها وتوضيح الصورة لها، وحتى على لو حطينا وزير خارجية النظام وليد المعلم لما ادعى أمام الصحفيين أن هناك هذا فيديو هذول إرهابيين وكذا، وكان هو في لبنان. لكن هذا النظام كونه اعتمد نهج واحد، خط واحد، ادعاءه بأنه هذول اللي طلعوا يطالبوا بالحرية إن كان في درعا ومن ثم انتقلت إلى المحافظات الأخرى صورهم تحت صورة الإرهاب. وبدأ العزف على هذه السيمفونية، سيمفونية الإرهاب، من بداية الثورة. نجح في جانب كبير في هذا الاتجاه. رغم مصداقية أهداف الثورة السورية ومصداقية تعبير رأي الشعب السوري للانطلاق للانعتاق من الظلم والطغيان الموجود، لكن القنوات الإعلامية اللي وجدت أو وسائل الإعلام بمجملها من صحافة وشبكات إخبارية وإلى آخره لم تستطع أن توصل الرسالة الحقيقية. نعم، لكن يعني سيد غسان أنت تتحدث عن ربما مؤسسات إعلامية، وقلت أنها كان هناك يعني إن صح التعبير مبادرات فردية استغلت الثورة السورية لأغراض أو أهداف معينة، لكن يعني لا يوجد من هذه المؤسسات من قام بنقل حقائق الثورة السورية وإن كان يعني ولو جزئيا. قد يكون ذلك، لكن الكل يعمل خارج إطار الجغرافيا السورية. نعم. كويس؟ يعني لم يكن هناك مثلا حتى بتناقل الخبر أو بالوصول إلى الخبر من خلال الناشطين الهواة، من يحمل الموبايل مثل ما تحدثت بأول الحديث، كويس؟ كان هناك محاولة لتوجيه الناس أنه أنا أريد، عفوا على سبيل المثال، هذا النوع من الفيديو أو ذاك النوع من بانتقائية. هل الانتقائية هي أوجدت خلل في الرسالة الإعلامية التي يجب أن تصل للمشاهد الآخر اللي ممكن يتعاطف معي؟ سيد غسان الكاكوني، يعني سيد غسان مفلح تحدث بأن هذه المؤسسات الإعلامية الثورية لم تقصر بحق الثورة السورية، وكذلك نظام الأسد لم ينجح بتلويث الثورة السورية، وقال بأنه لا يعني لا يجري ضمن خط أو ممنهج في هذه الثورة، واستطاع تشكيل رأي دولي. مع كل الاحترام لرأي الأستاذ غسان مفلح، لكن أنا أختلف في مجمل الحديث اللي طرحه. أولا الحقيقة هو استشهد بالقنوات الفضائية مثل الجزيرة والعربية. أولا هي ليست بقنوات ثورة، نحن نتحدث عن إعلام الثورة، لكن كان هناك قنوات داعمة للثورة مثل قناة الجزيرة إن كانت بالعربية أو بالإنجليزية، هي قنوات داعمة للثورة السورية وإن كان ذلك بين قوسين، كذلك العربية. إذن حديثنا محور النقاش في هذه الحلقة حول إعلام الثورة لا ينصب على هذا الجانب. الجانب الآخر لا أعرف صراحة كما تفضل الأستاذ غسان ما هو الرابط بين المواقف الدولية وبين الرؤية الإعلامية للثورة السورية ولوسائل الإعلام السورية ووسائل الإعلام الثورة السورية. لماذا يعني كان من المفروض أن يكون هناك خطاب واضح من النظام ومرتكزاته ورموز وخطاب سهل وبسيط يصل للمواطن، أن ينقل الحدث إلى آخره، أن تتنوع اللغة التي يتم بها تقديم الرسالة الإعلامية لتصل للمواطن الغربي؟ وقد أغفل الحقيقة الأستاذ غسان ما للإعلام من دور مهم. يعني أي نجاح في أي معركة أو في أي ثورة هناك 80% نجاح إعلامي، و
شريطة أن يكون هناك إعلام محترف، إعلام مهني يحمل رسالة يحمل رؤية. كل هذه الجوانب تساعد في المعركة، وهناك 20% من الجانب للعمل العسكري إن وجد. بعودة لموضوع النظام، تفضل الأستاذ غسان بأنه النظام لم ينجح. أولا أقول أنا عصابة النظام، وبتصوري أنا يعني لا يمكن أن أقول بأنه هناك إعلام نظام، هناك بروباغندا يعتمدها، دعاية إعلامية يعتمدها النظام. هذه الدعاية سلكت طريق واحد ونهج واحد من البداية لتشويه صورة الثورة. كويس، يعني خليني حتى بالإسقاط، إذا بدي أسقط على المواقف الدولية اتجاه الثورة السورية من البداية، وأستشهد بتفضل هو بموضوع 2012، كان هناك شريط فيديو واحد تم تداوله من كل وكالات الأنباء والفضائيات، واللي هو ما ادعي، وأنا عندي شك في ذلك أن يكون هذا الرجل هو من جماعة النظام، أبو صقار. كل الغرب تحدث فيه، وكل الوكالات الإعلامية تحدثت فيه ونقلت بأنه هذول الثائرين السوريين يأكلون الأكباد وإلى آخره. فهذا النهج بالبروباغندا الإعلامية اللي اتبعها النظام كان ناجح فيه إلى حد ما، حيث تناقصت قائمة الواقفين مع الثورة السورية الداعمين. لنستذكر في أواخر عام 2011 وبداية 2012 عندما تم طرح النقاش في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في منتصف 2012، الحقيقة كان هناك 127 دولة مناصرة للثورة السورية. أنا لا أجلد يعني لا أقوم بجلد ذات، لكن يجب وضع النقاط على الحروف بأن هناك خلل ما في الرسالة الإعلامية للوسائل الإعلامية التابعة للثورة. لم تنجح، لم تتكاتف. نعم، وهذا ما نود الحديث عنه، لم يعني ما توصل سبب فشل رسالة هذه صحيحة المؤسسات في ظل بشكل بأنها دقيق ومحترف ومهني. لتصل إلى الإعلام الغربي. نحن تفضل هو بأنهم لديهم أجندات، وتماما هم لديهم أجندات، والماكينة الإعلامية الغربية هي التي تسير المجتمعات الغربية، لكن الأثر كما نرى الآن نحن، الأثر على المجتمع الغربي على الإنسان الغربي، لو كان هناك نجاح لدى الهيئات الثورية الإعلامية للثورة السورية، نجاح بأن أوصلت حقيقة الصورة للمواطن الغربي، لكان هناك القوة بأن يضغط على حكومته، ونحن نعرف ذلك. نعم. الحكومات هي الشعوب هي من تفرض الرأي على حكوماتها. نعم. ولا ربما كانت تغيرت الموازين وتغيرت المواقف الدولية تجاه الثورة السورية. نعم. إذن يجب أن نضع النقاط على الحروف، لا نكابر ولا نجلد الذات، بقدر هناك خطأ يجب أن نفكر بتصحيحه. نعم، يعني سيد غسان، يعني لا شك بأن المؤسسات الثورية، المؤسسات الإعلامية الثورية تحارب ربما إعلاما ممنهجا وقويا في خلال مواجهتها مع الماكينة الإعلامية لنظام الأسد. يعني هناك عدة أسباب جعلت هذه المؤسسات تفشل في ظل أنها كانت يجب أن تكون واقفة وداعمة لهذه الثورة. هذا كلام سليم تماما. لو اتفقت، لو كان هناك رؤية واضحة لكل الهيئات، دعيني أقول الأكثر وضوحا في الخط الإعلامي للثورة السورية، الفضائيات، يعني صفحات الفيسبوك أو صفحات التواصل الاجتماعي قد لا تكون شبكة إعلامية. نعم. هناك المواقع الإخبارية التي هي الأقرب لمتناول الفرد، لمتناول المواطن أيا كان، لكن الرئيسي، الجانب الرئيسي هو الإعلام المرئي، الإعلام المرئي. والآن الفضائيات، يعني أي واحد يعيش في البرازيل يشاهد قناة التغيير، يعيش في أي مكان. إذن هذه القنوات التي كانت قادرة على الوصول. نعم. لأي إنسان في أي مكان، لم تتفق فيما بينها على رؤية واضحة تجاه الثورة السورية. يعني مثلا اتجاه الرؤية الواضحة من البداية بأن هناك شعب يريد أن يتحرر من الدكتاتورية، الشعب السوري واحد، الشعب السوري بكل مكوناته يؤمن بمستقبل ديمقراطي لسوريا، بمستقبل مدني لسوريا، لكن كانت هناك رايات وكان هناك شعارات تنطلق من كل قناة تابعة ركبت موجة. نعم. الثورة كويس تغني في كل في فلك يسبحون، وهذا
ما أدى إلى الفشل بإيصال الرسالة الإعلامية الحقيقة التي من المفترض أن تكون ناجحة وغيرت الموازين. نعم سيد غسان الكاكوني، يعني سيد غسان مفلح يقول بأنه لا يقف موقف المدافع عن المؤسسات الإعلامية الثورية، لكنه يجد بأنها لم تقصر بحق الثورة السورية، ويقول بأن هذا الإعلام لا علاقة له بتشكيل رأي داخلي في هذه المجتمعات الغربية تجاه القضية السورية. أختلف تماما مع احترامي لوجهة نظر للأستاذ غسان مفلح، لكن هو تطرق لجانب الحقيقة كما قال عندما ذكرت أنا من بدايات الثورة إلى آخره، أنه هذا هو بمثابة جرد، هذا التقصير كان بمثابة جرد ونحن لا نجلد الذات، لكن أريد أن أقول أن هذا التراكم، هناك نظرية في الكون تقول التراكم الكمي يؤدي إلى تغيير نوعي مفاجئ. نعم. هذا التراكم بالتقصير أدى إلى فشلنا بما نحن عليه الآن. لكن في عودة لنقطة وكالات الأنباء الغربية وكوباني، أنا كل هذا الحديث الحقيقة لا يهمني، أنا أعرف أن لهم مصالح ولهم مصالح في موضوع إسقاط الضوء بشكل فج على كوباني وظهارها أن هي المشكلة والأزيديين في العراق والأقليات، وهذا الوتر الذي يعزف عليه الغرب هذا نفهمه نحن، لكن المشكلة هي أنا ماذا أريد وماذا يجب أن أوصل من خلال إعلام الثورة. نعم. هذا هو المهم. إذا كنت أنا ناجح بإيصال رسالتي الصحيحة كما انطلقت من بدايات الثورة حتى الآن، إذا كنت قادر على إيصالها للمجتمع الغربي بشكل صحيح وللمواطن حتى العربي، وإن كان هناك في ضعف بدعم الموقف، موقف الشعب السوري الآن، أو تخاذل وليس ضعف دعيني أقول، يجب أنا أن أعرف ماذا أريد كمؤسسة إعلامية ثورية وكيف يجب أن أؤدي الدور ولمن. نعم. ولمن تصل الرسالة وكيف تؤدي الرسالة غرضها. هذا الجانب قد أكون مخطئ لكن الواقع مع الأسف. نعم يعني هي تحتمل آراء كثيرة. لك سيد غسان الكاكوني، يعني هل تتفق إن كان هناك إمكانية ربما لتصحيح مسار المؤسسات الإعلامية الثورة بعد 4 سنوات من انطلاقها؟ أكيد دون أدنى شك، وهناك المثل القائل أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا. نعم أكيد، لكن يجب أن تتضح الرؤية أمام المؤسسات الإعلامية كلها وتكون واحدة وتعزف على لحن ووتر واحد لتوصل رسالتها وبمختلف اللغات لكافة أطراف المعمورة. عندما تتفق الرؤية لا يكون هناك نداء للقناة تنادي للإسلاميين وقناة تنادي للليبراليين وقناة تنادي للمتشددين وقناة تنادي، هذا لا يخدم الثورة السورية بمكان، بل يعني يخلق ما يضر ويضير الثورة السورية. نعم سيد غسان الكاكوني. سيد غسان، هنا سيد علي تحدث عن أوضاع مختلطة وارتباك واضح وضرورة تطوير العمل الإعلامي، يعني هل باعتقادك ظهور أناس ظنوا بأنهم إعلاميون وساروا في الركب على هذا الأساس هو حالة طبيعية أم مرحلية بسبب غياب ربما الخريجين أو الإعلاميين؟ والحقيقة لابد من شكر الأستاذ علي عيد وتحية له لكل الإعلاميين الصادقين المؤمنين بهدف ورؤية الثورة، وتفضل أن هناك كان في غياب منهج عمل أو ستايل بوك، هذا الكلام دقيق تماما. الآن هناك الكثير ممن كانوا هواة، طبعا لا يجوز التعميم، لا زال هناك الكثير ممن يضع حياته على كفه ويحمل الكاميرا ليقدم صورة لينقل صورة أو لينقل خبر وهو تحت الموت، هذول لابد من التحية لهم وإن لم يكونوا محترفين ولم يكونوا أساسا إعلاميين أو مهنيين أو درسوا الإعلام في الجامعات إلى آخره، تجب لهم التحية. غياب الكوادر الآن هو نعم. كارثة صراحة، هو كارثة كبيرة على ما يسمى بين قوسين كما تفضل الأستاذ علي إنجازة التسمية، هناك نعم. إعلام للثورة، لكن لابد الآن من تصحيح المسار.
وذكرت أنا قبل قليل، نعم. أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا. من الذي يصحح المسار؟ تصحيح المسار هناك تطرق إلى جانب موضوع الإمداد. نعم. الإمداد معنى ذلك هو التمويل، التمويل الذي يغذي أي كيان أو أي هيئة أو أي مؤسسة حتى وإن كانت بقالية صغيرة. كويس. الآن الواجهة السياسية للمعارضة، الواجهة السياسية للثورة السورية، والتي تتنطح في كل المؤتمرات وفي كل مكان، الائتلاف الوطني السوري. نعم. دعيني أقول هذا الائتلاف هو المكلف بإيجاد قناة ثورية ومحطة إعلامية تخدم الثورة بشكل صحيح. نعم. حسب الرؤى المطروحة من بداية. نعم. انطلاق الثورة يعني السورية. يعني سيد غسان، لضيق الوقت يعني أخيرا أريد منك الإجابة بنعم أو لا لضيق الوقت، هل من الممكن إطلاق قناة إعلامية ثورية تعكس الصورة الصادقة والصحيحة للثورة السورية؟ أكيد ممكن. نعم. السيد غسان الكاكوني، المعارض السوري وعضو الهيئة السورية للإعلام، شكرا جزيلا لك.